تسعى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإجراء محادثات مع بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة الهجرة قبل قمة القادة قادة التكتل التي تعقد في نهاية الشهر. وطلبت ميركل من حلفائها في الحكومة إمهالها أسبوعين للتوصل لاتفاقات ثنائية مع بعض الدول مثل إيطاليا واليونان على غرار ما تم الاتفاق عليه بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 2016. وهناك انقسامات عميقة بين دول الاتحاد الأوروبي فيما يخص التعامل مع الأعداد الكبيرة من المهاجرين الفارين من مناطق الصراع في الشرق الأوسط، خاصة بعد رفض إيطاليا السماح لسفينة إنقاذ على متنها مئات المهاجرين بالرسو في موانئها.